تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، فيما يلي نصها: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكتب إلى جلالتكم معبرين عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالتكم وعلى مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات، كما ويطيب لنا أن نغتنم هذه الأيام المباركة لنعبر لجلالتكم عن خالص الفخر والاعتزاز بمسيرة الخير والتقدم والنماء التي تقودونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار في بلدنا العزيز مملكة البحرين، تحقيقا لأمان وتطلعات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم. داعين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، إنه سميع عليم مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ببلغ التقدير والامتنان تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بعيد الأضحى المبارك، وأننا إذ نقدر لسموكم هذه المشاعر الطيبة لندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى مملكتنا العزيزة وشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حفظ الله سموكم لمواصلة الدور البناء الذي تنهضون به في سبيل تقدم ورفاه مملكتنا، ودمتم بحفظ الله سالمين. حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.